دقائق وسبع ثواني تسع اجزاء من الثانيه تهانينا لمالكها سيف بن سالم النايلي. هكذا مشاهدينا الاعزاء كان مسار هذا الشوط الجميل. بسم الله الرحمن الرحيم، ايها الحول الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، احييكم اجمل تحيه مع انطلاقه شوطنا العاشر في تعداد اشواط صباح هذا اليوم، وهو الشوط الخاص باللقاية لبكار المهجنات الاصايل. مسافتنا هي الخمسة كيلومترات. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع البدايه، نتابع المقدمه، وارى هناك هملوله من قاده المجموعه بشعار احمد بن سعيد بن سالم الينيبي، بينما انطلقنا مع المركز الثاني بأرى التحديات في هذه اللحظات من الشايبه لعلي بن عبيد بن غدير، من ينطلق بالشايبه مع المركز الثاني، وفي ثالث التحديات ارى هني ندى حمد بن هلال بالزفنه العفاري، من يتابع انطلاقه ندى مع المركز الثالث ورابع التحديات جباره لحسن بن حزام الدوسري، متابعا لانطلاقه جباره مع المركز الرابع، وخامس التحديات ارى القدوم لحبوبه محمد بن زيد بن حسين، يتابع انطلاقه حبوبه مع المركز الخامس. نقلتنا التاليه مع المركز السادس، ومن الجانب الاخر ارى هناك طيبه لرحمة بن سلطان بن سيف النعيمي، ايضا من يتابع انطلاقه طيبه مع المركز السادس وسابع التحديات ومع المركز الثامن. الشوط تهانينا تهانينا من الاعماق لاحمد بن خليفه بن رشيد على فوز سيطره بالمركز الاول، لحظات الوصول الى خط النهايه. سلام يا جميره سلام مع الاداء المتميز اللي قدمته السيطره. هملوله مع المركز الثاني لاحمد بن سعيد بن سالم لينيبي، رهمه مع المركز الثالث لناصر بن حمد بن عويضه الخيلي، ومع المركز الرابع تصرفي الواصله لعلي بن راشد بن نشير المري، والبقيه نحيلهن لاعضاء خط النهايه. نعود مشاهدينا متابعينا الكرام مع التوقيت الزمني ولحظات وصول سيطرة إلى خط النهاية، تقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 8 دقائق وفاء وتماما، بينما اللي وصلت مع المركز الثاني هملولة لأحمد بن سعيد بن سالم الينيبي، تقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 8 دقائق ثانية واحدة جزئين من الثانية، ومع المركز الثالث تصل فيه رهمة تهلين ناصر بن حمد بن سهيل الخيلي 8 دقائق ثانية واحدة 3 أجزاء من الثانية، توقيتها الزمني لمسافة 5 كيلومترات.